يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس وخصوصا الأطفال الصغار إذا رأى ما يخاف منه فإنه ينادي أمه، وهو لا يقصد ذلك بل قد جرى على لسانه، وأمه قد تكون غير موجودة، فهل يعتبر هذا استغاثة بغير الله؟ هذا طفل، طفل هذا ما بعد دخل التكليف ولا يشوف إلا أمه، هي اللي عنده وهي اللي تعطيه وهي اللي هو يستنجد بها، لأن ما ينفعه يجيب له الماء ويجيب له الطعام ويشيله إلا أمه، هذا قصده. نعم.